مي راه جات الداخله لانه هما تنشكرهم بزاف، كنشكر السي شرف الدين لانه غادي يديروا لنا التكريم وغادي نقوموا بالزياره ديال السجينات، غنديروا لهم عرض ديال بعض المقتطفات، وهذا فعلا لانه حنا يلاه خدينا الجائزه الكبرى في مكناس، وهذا شرف لنا اننا نجيو ونشاركوا معهم الفرحه ديالهم، وحنا راه حنا كنا كي قلت لك حنا منظومه واحده. بارك الله. الوغ الدخله هذه سنوات وانا بغيت نجي ليه، جا الكوفيد كنحبس علينا الفيستيفال، مي بصح انا فرحانه بالتواجد ديالي هنايا، تلاقيت بزاف ديال الاصدقاء اللي شحال هذه ما شفتهم، عندنا المشاركه ديال الفيلم ديال دادوس في الافتتاح ديال المهرجان، الوغ فرحانه بان هذا الفيلم غيوصل لمدينه الدخله ويشوفوه الجمهور ديال هذه المدينه اللي كنبغيهم بزاف، واللي بصح منين وصلت ما شفت من عندهم غير الخير، وشفت عندهم تعامل ديال الناس ديال الطيبوبه ديال النيه ديال بزاف د الحوايج، دونك بصح انا فرحانه بانني كاينه في مدينه الدخله. انا جد فرح ومسرور بانني نكون حاضر في الدوره 11 للمهرجان الدخله، لاول مره تنحضر لهذا المهرجان، لاول مره تنجي لهذه المدينه الجميله من الصحراء المغربيه ديالنا. كنت ديما تنستدعى لواحد الدورات من قبل، ولكن للاسف كانت ديما تتصادف المشاركات ديالي في اعمال اخرى. انا جيت تواق بانني هذا الافتتاح، بانني نحضر ونشوف افلام جديده، بانني نتقاسم مشاهدة أفلام مع الجمهور الصحراوي ديالنا ديال مدينة الدخلة، ولكن متشوق أكثر بأنني نكتشف هذه المنطقة لأنني أول مرة تنجي، متشوق بأنني نتلاقى مع الناس، نتلاقى مع أبناء هذه المدينة، بغيت نعيش ونشوف معهم تقاليد ونعيش معهم أجواء أخرى، متشوق بأنني نتلاقى مع ممثلين اللي كاينين هنا في المناطق الصحراوية ديالنا، بأنني نشوفهم، بأنني نشوف الأعمال ديالهم، متشوق بأنني نكتشف المنطقة أكثر ما متشوق بأنني نتابع هذا المهرجان. عارف بأن المهرجان دار الخطوات ديالو، وصل الدورة 11، عارفوا بأنه غادي في الطريق الصحيح، دونك يمكن على ظهر هذا المهرجان تنكتشف المدينة. صراحة أنا سعيدة بزاف بالمشاركة ديالي اليوم في مهرجان الدخلة، وسعيدة باللقاء ديال الزملاء ديالي، ونيت فرصة زوينة باش أننا نشاهدوا بزاف ديال الأعمال اللي هاد الدورة هادي غتكون موجودة، وغنكونوا حاضرين حتى بمسلسل كاينة ظروف، فهذا شرف كبير ليا أنا كجزء من هذاك العمل. فوالا دونك هادي شي حاجه زوينه بزاف، بحال هاد المهرجانات كيخليونا نتعرفوا على عمل وحدين اخرين، نشوفوا بزاف ديال الحوايج اللي هي زوينه، وكنتمنى هاد الدوره هادي تكون ناجحه، وكنظن انها تكون ناجحه. اولا انا فرحان بزاف، هادي اول مشاركه ديالي في فيستيفال الدخله، ان شاء الله ما تكونش الاخرى، وفرحان بالبوبليك ديال الدخله، وفرحان بالروح اللي كاينه في المدينه هادي والتنظيم ديال هذا المهرجان هذا. كنشكر الاداره المنظمه على الدعوه، وحنايا كاملين محتاجين بحال هذا النوع ديال الفيستيفال في هذا النيفو هذا، ان شاء الله نحضروا الدوره 1000 لهذا الفيستيفال هذا. كاين بوادر ديال انه مازال غادي نشوفوا دي زيديسيون من وراء هذه ليديسيون هذه. انا فرحانه بزاف بالتواجد ديالي هنا، ودائما كنجي كنلقى المدينه كتزاد جمال، وانا فرحانه كذلك لانني مشاركه في المسابقه الرسميه بفيلم العبد للمخرج عبد الاله جواري، اللي كنتمنى ان ينال الجائزه لانه كيستحق. هو العشرة ديال الافلام اللي كاينه في المسابقه الرسميه ديال الفيلم القصير، الميزه ديالها هي انه اختلافات كثيره من في طرق التناول، في ظروف الاشتغال، بمعنى كتبان لك حتى من ناحيه ديال الانتاج كيبان لك بانه كاين فروق بيناتها، كاين جنسيات مختلفه، كما معايا كانت شرف انه رئيس اللجنه ديال التحكيم اللي فيها جنسيات مختلفه، نفس الشيء بالنسبه للمسابقه فيها جنسيات مختلفه، وانا كن على يقين بانه ما عمر كان التقييم ديال شنو تخسر في البرودكسيون هو اللي المعيار الحكم الاول، هو معيار من المعايير، ولكن نحاولوا نلامسوا نقربوا شي شويه بجانب ما امكن يكون موضوعي، ولو انه الذاتيه ديال كل لجنه كتحضر. وأعطي الكلمة لرئيس لجنة التحكيم.